مرحبا واهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم عنا عمر وعنا كمان ثلاث بوكسات من امازون وبنفتحهم. هيا اي واحدة نفتح. هيا اصغر واحدة يلا. اول عنا ابل سايدر فينيجر. Apple cider vinegar, Weber Naturals. هذا أظني بيكون دواء أظني ولا فيتامينز صح؟ vinegar de citre de pomme. Apple cider vinegar, 500. هم pills هيك شوفوا. زي البيلز. أظن تشربها مع المي. يلا بسيطة. البوكس الثاني صح هذا. نفتح هاي كمان. هون عنا كاميرا. كاميرا 3 3 CH 3 inch 180p داش كاميرا. هاي كاميرا from توغارد. توغارد CEXX. يلا نشوفها. كثير حلو. افتحها. لا نعملها ريفيو ممكن. وهون البوكس كبير أكبر واحد. هو كود ريدر ارت لينك 500. ليسي اتس ا دايجنوست فور يو سيز ريد اريز كود. تفتحها اول السياره. السياره كود ريدر فور ذا كار الباتنز. اذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا لايك كومنت وسبسكرايب وشوفكم بحلقات تانية. مع السلامه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.